الجنوب اللبناني الذي هب لنصرة فلسطين منذ 8 أكتوبر، وهناك طبعا اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شهد الجنوب اللبناني وفي الشمال الفلسطيني سلسلة من ردود إذا مقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وهناك إذا يعني تحركات كثيرة في هذه اللحظات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. هل سيكون الرد الإسرائيلي يعني يوسع وينذر بالمزيد من العمليات العسكرية الاحتلالية في جنوب لبنان؟ وكيف سيكون عمق استحداث فعليا الجنوب اللبناني من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم تقف نيران المقاومة في وجه عربدة هذا الاحتلال الصهيوني؟ من بيروت ينضم إلينا الآن عبر سكايب السيد حسن بيان، رئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والسياسي. إذن سيد حسن بيان، أهلا بك معنا. أهلا بك، أهلا بك. نعم، يعني نتحدث بداية عن الوضع في الجنوب اللبناني الذي هو في هذه اللحظات تحت موجة قصف عنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كيف من الممكن أن نستقرئ هذا الرد الإسرائيلي في ظل أيضا توتر الأوضاع ما بعد 7 أكتوبر في الجنوب اللبناني؟ طبعا ما يجري على الجبهة في الجنوب اللبناني لا ينفصل عما يجري على مستوى الساحة الفلسطينية وكل الدول المحيطة بفلسطين. طبعا لبنان كما هو معروف منطقة عمليات مستمرة ومنطقة حاضنة للمقاومة الفلسطينية منذ 65 وليس منذ الآن. والمقاومة كان لبنان يشكل حاضنة لها يوم أقفلت كافة الجبهات ولم يبقى إلا لبنان حاضنا لها، ومنه انطلقت العمليات ضد العدو الإسرائيلي. العدوان الإسرائيلي الحالي على لبنان هو يعني يأتي في السياق الطبيعي لتطور العدوانية الصهيونية وتصاعدها، والتي أتت كرد فعل على عملية طوفان الأقصى، وهو يصعد باتجاه لبنان لأنه يواجه مأزقا شديدا في عملياته في غزة وما يترتب على ذلك من نتائج سياسية وعسكرية وإنسانية على مستوى ساحة فلسطين وعلى المستوى القومي والمستوى العالمي. ولذلك تصعيده للعدوان العمليات العسكرية هي عملية هروب للأمام، ويحاول أن يعوض عما يواجهه من تصدي بطولي ومقاومة عنيفة ومقاومة بطولية ارتقت حتى الاستشهاد، ليس على مستوى المقاومين وإنما على مستوى الشعب. وهذه الظاهرة تسجل لشعبنا ولأهلنا ولجماهيرنا في فلسطين المحتلة. ونحن في لبنان نحن لسنا لنفاجأ بهذا العدوان، خاصة لأن العدو الصهيوني لا يستهدف فلسطين فقط وإنما يستهدف الأمة العربية، وفلسطين هي مستهدفة كموقع متقدم في مواجهة هذا المشروع الصهيوني. لذلك تصعيده للعدوان هو عملية هروب من المأزق وعملية هروب إلى الأمام، وسوف يواجه بالمقاومة. وهذه المقاومة لها جذر تاريخي في لبنان تمتد إلى عقود وعقود، ومن لبنان تأسس الفعل المقاوم أخذ بعده الشعبي. وطبعا لبنان تعرض لأكثر من عدوان صهيوني واسع في 78 وب 82 و96 و2006، وكان في كل مرة يواجه برد فعل طبعا يدفع خسائر كبيرة، ولكن هذه الخسائر الكبيرة تهون أمام الهدف الأسمى وهو عملية مواجهة هذا العدو الصهيوني الاستعماري الاستيطاني اللي يستهدف فلسطين ضمن استهدافه للأمة العربية. نعم سيد حسن، ونحن نقول أن المقاومة تقول كلمتها في الميدان سواء كان في الجنوب اللبناني وحتى في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. اليوم نتحدث عن جنون إسرائيلي في الرد، وهذا واضح وجلي من حجم الاستهدافات سواء كان في القطاع وامتدادا إلى الجنوب اللبناني. هل سنشهد خلال الساعات المقبلة أي تغير في طريقة وآلية عمق الاستهداف الرد، ومدى وطبيعة الأهداف التي سيشنها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وتحديدا بعد الخسائر التي تكبدها صباح هذا اليوم بنيران المقاومة في الجنوب اللبناني؟ العدوان الصهيوني على لبنان قائم، بالأصل قائم لاحتلال أجزاء من لبنان،
ومن خلال عدم تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الدولية واستمراره بانتهاك الأجواء والمياه والأراضي اللبنانية. والعدوان وإن كان ينحصر بشكل مباشر في المنطقة الجنوبية ولمدى جغرافي محدود، ولكن لبنان هو جزء، جنوب لبنان هو جزء من لبنان، فأي استهداف لأي بقعة من أرضه هو استهداف للبنان ككل، كما أن أي استهداف لجزء من فلسطين هو استهداف لفلسطين ولكل الأمة. التطور الحاصل في عملية تصعيد العدوان، لأنه فعلا يواجه بمأزق في غزة ويواجه في مقاومة بطولية وشرسة، ولا يستطيع أن يخرج من مأزقه إلا بفتح جبهات جديدة، ولكن هذه الجبهات الجديدة ليس كما يظن أنها ستكون سهلة المنال وسهلة الاستهداف، سوف يواجه برد. نعم سيد حسن، إذا سنعود. نعم بهذا الشكل نعم سيد حسن، بطبيعة الحال مع ولذلك توسع، عفوا أنا هناك تقطيع في الصوت، هناك تقطيع في الصوت، يعني كنت تتحدث فعليا عن امتداد يعني هذه الحرب على مدار سنوات ما بين الاحتلال الإسرائيلي وما بين المقاومة سواء في فلسطين أو حتى في لبنان. اليوم نتحدث فعليا عن، هل هناك خشية إسرائيلية من استمرار وتوسع هذه الحرب في ظل تغير المعادلة تحديدا، وأن المقاومة ما زالت تقول كلمتها وتدك الكثير من المواقع ومن الرؤى السياسية والعسكرية الإسرائيلية، هي باتت تحت نيران ووطأة وقرار المقاومة سواء كانت الفلسطينية أو حتى اللبنانية؟ طبعا العدو الصهيوني يعني فوجئ بقوة المقاومة وردها على كافة الجبهات، ولم يكن يتصور أن المقاومة بإمكانها أن تصمد، وخاصة في غزة، وتستمر في هذه المعركة إلى هذا المدى الطويل، وتوقع فيه خسائر، وتدفعه إلى أن يعيد النظر بحساباته في أكثر من ساحة ومن ميدان. وهو إذا كان يسعى إلى التصعيد على الجبهة اللبنانية، وكما قلت لكي يهرب إلى الأمام ولكي يحاول أن يشد الأنظار عن مأزقه في غزة، وخاصة يحاول هلأ أن يصور أن المعركة الأخيرة ستكون في رفح، وأن الكتلة الشعبية الفلسطينية يطلب إخراجها من هناك في تهيئة لأجواء من أجل ارتكاب مزارة وإبادة ومذابح جديدة بحق شعبه. ولكن هذه لن تغير من واقع الأمر شيئا، لأن الذي كتب قد كتب، والذي كتبته المقاومة بدماء شهدائها هي التي ستؤسس لحالة سياسية جديدة، لأن زمن الهزائم التي كان يبني عليها كل أمجاده السياسية قد انتهت، وأن المقولة التي تقول أن فلسطين لن تحررها الجيوش النظامية ولا الحكومات وإنما كفاح الشعب المسلح، هذا قد أثبت جدواه بالحس والملموس، بأن الشعب إذا أراد أن يقاوم والشعب الذي أراد أن ينتصر سوف يقدم التضحيات، ولكنه هو الذي سيصل بالنتيجة إلى مآلاته السياسية النهائية. وهذا العدو الصهيوني الذي زرع بقرار استعماري هو له وظيفة محددة، ولذلك لا، إن الكيان الصهيوني هو كيان لم يأتي في سياق تطور تاريخي ولا في سياق تشكل مجتمعي تاريخي، وإنما وجد بقرار، وإنما الشعب الذي يقاوم دفاعا عن هويته وعن أرضه وعن وجوده يعتبر هذه المعركة معركة وجود، وصراعنا مع العدو هو صراع وجود وليس صراع حدود، صحيح. فسواء قصف في جنوب لبنان أو قصف في البقاع أو قصف في بيروت أو قصف في دمشق أو قصف في أي بقعة من الأرض العربية، فصراعنا معه صراع مفتوح إلى أن تتحرر فلسطين ويزول هذا الكيان الغاصب وتعود راية العروبة لتترفرف على ساريات القدس وحيفا ويافا وكل فلسطين. نعمل ذلك. سيد حسن، أكيد هناك خشية إسرائيلية تحديدا من تدحرج لها بهذه الحرب في ظل حجم الخسائر التي يتكبدها الاحتلال سواء كان في غزة وفي الجنوب اللبناني. هل فعليا سنشهد أي تدخلات دولية في هذه المرحلة، ونحن نتحدث عن استعار وجنون إسرائيلي في استهداف الكثير من المناطق الآن تحديدا في الجنوب اللبناني، هناك ارتقاء عدد من الشهداء وعدد من الإصابات، هل سيكون هناك أي تدخل دولي للجم فعليا يعني امتداد رقعة هذه الحرب؟
إن التدخل الدولي قائم، يعني وبعد أيام من انطلاق عملية طوفان الأقصى شاهدنا كيف أتت الأساطيل الأسطول السادس والأساطيل الغربية إلى البحر المتوسط وإلى حدود فلسطين. فهذه ليست أمرا جديدا، كما أن الدعم السياسي لا يزال قائما، والخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية قائدة لهذا المعسكر الغربي الذي يوفر كل الدعم المالي والسياسي والعسكري لدولة الاحتلال لا يزال قائما. وإذا كان قد تجاوز من الناحية السياسية، حصلت بعض الاختلافات بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي، فهذا الاختلاف ليس جوهريا ولا يمس يعني صلب التحالف الجوهري والأصيل والأصلي بينهما. ولذلك هذا التدخل قائم وليس جديدا بهذه المسألة. وطبعا أمريكا لا ترغب بتوسيع رقعة الحرب، لأن ترى أن مصالحها سوف تكون مهددة على مستوى المنطقة بكاملها، ولذلك تحاول أن تبقى محصورة في إطار البعد الجغرافي والمنطقة الجغرافية التي تدور في إطار المعارك العسكرية. فنحن لا، وحتى لو تدخلت أمريكا بالعمل العسكري، فالشعب العربي قادر على المقاومة وقادر على المواجهة، ولتكن معركة مفتوحة على كل الصعد وعلى كل المجالات. نعم سيد حسن، يعني موقف المقاومة واضح وجلي في لبنان، وبطبيعة الحال الأصوات السياسية أيضا الداعمة للمقاومة للشعب الفلسطيني ورفض حرب الإبادة الجماعية الممارسة على كل الفلسطيني في كل أماكن تواجده. الشارع في لبنان كيف فعليا يعني يرى ما يجري تحديدا في فلسطين وفي قطاع غزة، وما هي الخشية في الشارع اللبناني من تدحرج هذه الحرب لتطال ليس فقط لبنان واستمرار لبنان اللي عانى على مدار سنوات كثيرة من هذا الاحتلال الغاشم، وإنما فعليا امتداد العدوان الذي يستهدف ممكن المدنيين بصورة واضحة وجالية من خلال ما يتم رصده الآن في لبنان، إنه معظم من استشهدهم من المدنيين. لا أخفيك، هناك وجهات نظر سياسية متفاوتة في لبنان بين القوى السياسية حول مقاربة هذا الموضوع من هذه الحرب الدائرة على مستوى المنطقة، على مستوى فلسطين وعلى مستوى الجنوب اللبناني. ولكن تجاه البعد الخطير الذي يتخذه العدوان الصهيوني، فإن الشعب اللبناني بكل طيفه الاجتماعي وكل طيفه كشعب هو مع مقاومة العدو، ينظر لإسرائيل باعتباره عدو لكل الشعب اللبناني بغض النظر عن التفاصيل السياسية التي تظلل مواقف بعض القوى التي لها وجهات نظر مختلفة بالنسبة لهذا الموضوع. هناك إجماع لبناني على أن إسرائيل هي عدوة، ولكن هناك خلاف حول إدارة هذا الصراع مع هذا العدو. ولكن القوى السياسية الشعبية والوطنية والتقدمية والقوى القومية اللبنانية هي مع مواجهة العدو، ويرى أن الشعب في لبنان لديه رغم كل ظروفه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والضاغطة وانهيار الدولة، فإنه في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي فهو على استعداد للبذل والعطاء، ويعتبر أن هذه المعركة التي سوف تكون نتائجها إيجابية ستنعكس ليس على لبنان فقط وإنما على الأمة العربية برمتها. نتمنى لكم السلامة، وشكرا لك سيد حسن بيان رئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي على وجودك معنا، وأمنية السلام عليكم. شكرا لكم، وتحية لكم وتحية لفلسطين ولشهدائها ولمقاوميها ولكل أهلنا في الأرض المحتلة، ونتمنى أن هذا الإنجاز العظيم أن تتوفر له الحماية السياسية بوحدة وطنية فلسطينية تؤسس لحالة سياسية جديدة وتوظف التضحيات في سياق نضالي، ويكون بداية العد العكسي لنهاية هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني على أرضنا في فلسطين المحتلة. نأمل ذلك. شكرا لك سيد حسن. إذن هذا فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الجنوب اللبناني.